اعرف عيون هي الجمال والحسن، واعرف عيون تاخد القلوب بالحضن، وعيون قاسية وعيون مخيفة وعيون كتير، وبحس فيهم كلهم بالحزن. صلاح جاهين فنان حقيقي وساب أثر ما زال موجود وما زال يعبر عن حياتنا حتى دلوقتي. ورسومه هو كان متعدد المواهب، كان موسيقي وكان مغني وكان شاعر وكان أديب وكان رسام كاريكاتير من الدرجة الأولى، وساب تراث أعتقد أن التراث ده هيبقى تراث خالد في تاريخ الكاريكاتير المصري. جميل جدا جدا أن الأجيال اللي هي بتاعتكو بقى دي لسه عايشة صلاح جاهين، وأولاد ولادكو هيبقوا لسه عايشين صلاح جاهين، لأنه كان بيراهن طول عمره على الإنسانية في أي مكان وأي زمان. مش ما هواش فنان مناسبات، لما بيجي مناسبات زي مثلا حرب 56 67 73 الحاجات دي كان طبعا بيعبر، لكن كان بيعبر كرؤية للإنسان وللمكان، فكان هنا عميق وبسيط وكان إنساني. يعني أي حد هنترجم له الأعمال الكاريكاتيرية دي في أي حتة من الكرة الأرضية هيتفاعلوا معها، أي حد هنترجم له شعر صلاح جاهين هيتفاعلوا معها. كلنا تعلمنا منه، شعراء كتير تعلموا منه، شعراء كتير خد بإيدهم، شعراء كتير وصلهم، ده صلاح جاهين. فتكريمه مش بسيط، ده لازم يقرم 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 يوميا، لأن ده في الذاكرة. صلاح جاهين في ذاكرة تاريخ مصر الأدبي والشعري والفني، كاريكاتير، سيناريست، يعني مين ينسى مثلا صلاح جاهين فيلم شفاه متولي غلفه بغلاف سلوفان رقيق واهداه لكل اذن وكل عين وعقل بصوته، ده صلاح جاهين.